السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل كيكة الرواني أو كيكة جوز الهند. معايا كوباية جوز هند ما يكونش مبشور قوي، ما يكونش ناعم، كوباية دقيق، كوباية لبن، كوباية إلا ربع سمنة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 3 بيضات عليهم رشة فانيليا أو كيس فانيليا، دي كوباية شربات صغيرة دي للآخر خالص، كوباية إلا ربع سكر، ده جوز هند للوش في الآخر. هي طريقة سهلة وبسيطة قوي وتحلية ما بتاخدش وقت. اول حاجه هنضرب كل المكونات في الخلاط ما عدا الدقيق، هنضرب السمنه والبيض وجوز الهند واللبن والسكر، هنضربهم كويس قوي في الخلاط، مش محتاجين بقى عجان او مضرب، هي ما بتاخدش اي وقت. ده شكلها بعد ما ضربتها في الخلاط، تبقى تقيله شويه كده. هنبدا بقى نحط الدقيق والبيكنج باودر، هتحط الدقيق واحده واحده، ممكن ما تاخدش الدقيق كله. احنا مش عايزينها تبقى تقيلة، نضيف البيكنج باودر، قلبه كده بالراحة. كيكة سهلة قوي، ما بتاخدش بقى لا مضرب ولا بتبهدل الدنيا، هي سهلة قوي كده. بس كفاية كده، هي ما خدتش الكوباية كلها، خدت كوباية لربع دقيق. بس كده، ده شكل العجينة بتاعتها، تبقى زي الكريمة كده. هنزلها بقى دلوقتي في صينية مدهونة سمنة ودقيق، شايفين السمك بتاعها؟ هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، هنسويها زي الكيكة نص ساعة ونبص عليها ونشوف عايز تسوية تانية ولا لأ. ده شكلها بعد ما استوت، هتدخله فيها السكينة كده، لو طلعت نظيفة كده يبقى خلاص هي مستوية. هي قعدت في الفرن بالظبط نص ساعة و5 دقايق. هضيف لها بقى الشربات، احنا مش هنضيف كتير، يعني هترشه كده بسيط على الوش، مش هنكتر. بالمعلقة كده بالشكل ده، بس كده. هضيف دلوقتي جوز الهند على الوش، ده شكلها. هتبرد بس شوية وهقطع لكم منها واوريكم شكلها عامل ازاي. ده شكلها بعد ما قطعتها، شايفين هشة قوي ازاي، هي اخف من الكيكة بكتير. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا متنسوش تعملي لايك واشتراك للقناة.